كل الاتجاهات، مجلس الإدارة بيشتغل في كل الاتجاهات والشكل واضح والناس شايفة. احنا مش تلاقينا ما بنتكلمش في الموضوع ده كتير، ليه؟ لان الناس شايفه. اعضاء الجمعيه العموميه لما بتروح النادي بتشوف ايه اللي بيحصل، بتروح النادي سواء الفرع ده او الفرع ده، اي واحد من الفروع الثلاثه، وان شاء الله لما نستلم التراخيص اللازمه للفرع الرابع سنه ونص تكون كل الامور انتهت في التجمع الخامس او المرحله الاولى تكون انتهت، هتلاقوا برضو كل الكلام اللي مجلس اداره النادي الاهلي وعد بيه سوف يتم تنفيذه خلال الفتره الجايه. لان مفيش اب بيقول لاولاده يا جماعه انا هعمل لكم كذا وما يعملش. وبالتالي احنا اتفقنا ان هناك حاجه اسمها عائله الاهلي، او في البدايه مجلس الاداره اتفق مع اعضاء الجمعيه العموميه اللي انتخبوه واللي موجودين في النادي الاهلي ان في حاجه اسمها عائله الاهلي، عائله الاهلي كلنا هنحط ايدينا في ايدين بعض ضد اي مشاكل، ضد اي مشاكل، ضد اي اتهامات، ضد اي حاجه بتحصل، علشان ناخد اسم النادي الاهلي او ناخد النادي الاهلي في كل حاجه بقى، في انشاءات، في كوره، في سله، في طايره، في كل ما يخص عالم النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ده عالم لوحده الحقيقه، واعضاء جمعيته العموميه يستاهلوا كل شيء خلال الفتره القادمه.